السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عبد الرحمن، نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك عم الشيخ؟ الحمد لله بخير يا رب دايما إن شاء الله. عندي سؤال. تفضل. لو في مثلا مسجد دورين والإمام بيصلي مثلا بالناس والمايك انقطع. أقول لك عدل الشاشة يا شيخ. أيوة، يستخلف واحد آخر يا عم الشيخ، يستخلف واحد، يعني مسجد من طابقين والكهرباء قطعت فلم يعد يسمع الإمام إلا الطابق الذي فيه الإمام، الطابق الآخر يستخلفون شخصا غيره يأمهم. تمام ماشي، شكرا يا عم الشيخ، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخ سيد الصاوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك. الحمد لله من الله علينا بشقة، احنا انا وزوجي يعني عايشين في شقة، فالحمد لله من الله علينا بشقة، بس للأسف يعني الظروف يعني دلوقتي علينا ان احنا مش قادرين نوضبها وكده، فعارفين شخص ان هو هيشتري لينا الحاجات يعني اللي هنوضب بيها الشقة، بس هيشتريها لنا بالقسط. اسألك سؤال، هي فيها سباكة ولا لا؟ نعم فيها سباكة. اشتري لنا مثلا الحاجة الخاصة بالكهرباء او اسمري، بس اسمري يعني في عندك سباكة في الشقة فيها حمام؟ لا ما عنديش اي حاجة، هو هيشتري لنا الحاجات دي بالربا يعني. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بهذا الطريق. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. سؤال بس يا شيخ متقرب. تفضل. احنا بنصلي في المسجد وفي امام بيتقدم ولا يقدمه الناس، يتقدم تلقائي نفسي يعني. نعم. الصلاة الجهرية جربناها قبل كده، فلا يحسن قراءة الفاتحة. لا يحسن قراءة الفاتحة، وبعد. نعم. ثم دخل في صلاة سرية اللي هي صلاة العصر. خلاص انت ما دام في صلاة العصر صلي معه.
بس ما انت مكلف انك تقول قراءته داخل الصلاة صحيحة وغير صحيحة. طب هو حصل يا شيخ النهارده وانا يعني طلعت من الصف ورحت كاني بجدد وضوء يعني، خلاص بعدين مفيش ضليت مشكلة، لوحدي، فهل في اشكاليه؟ ضاع عليك أجر بس يعني، ممكن بعد كده تصلي في مسجد آخر وخلص من المشكلة. اه انما ما اطلعش من الصف يعني. الله يسلمك، خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل. أنا كنت بتوضأ يا شيخنا قبل كده، ف ما كنتش أخد بالي وأنا بغسل الإيد اللي أنا الكف بينزل عليها مية ولا لأ، فزميلي نبهني في الحتة دي. نعم قلت. فأنا دلوقتي جالي وسواس إن الصلوات اللي قبل كده هل كنت بتمم غسيل الكف ولا لأ؟ يا أخي بالأخير خلاص الله يغفر لك. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتعب نفسك ولا تتعب العالم معك. تمام. حفظك الله يا شاكر ابن محمد بن يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله انا بخير. مع حضرتك سمير من نبرو، سمير عزيز. يا الشيخ سمير ولا مين؟ اه سمير، شيخ سمير. الحمد لله على السلامة يا شيخ سمير. الله يبارك في امك يا شيخنا. تعرف تقرا بعض الايات كده الحلوة تنور علينا كده؟ نقرا حضرتك يا سيدنا. اقرا لنا خمس ست ايات، بس اسال سؤالك الاول اخشى نقفل عليك. حاضر يا سيدنا. سؤال سيدنا، احد الائمة كان بيصلي بالناس واطل في الصلاة في القراءة. ايوه. فقال له بعض المصلين حسبك اركع. هل تجوز، هل صلاة الأخ اللي قال له حسبك صحيحة؟ والله يا أخي أخطأ يعني في العلماء، العلماء لهم قولان في هذه المسألة يا شيخ سمير، أوردهما ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لكن أنا أختار القول بأنه يعيد الصلاة. ويعيد الصلاة. أيوه. جزاك الله خير سيدنا. ويعيد. الله يحفظك سيدنا. سمعنا بعض الآيات. حاضر يا سيد، حاضر يا طارق. تفضل الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. جزاكم الله خير. الناس يبركون، جزاك الله خيرا، تفضل. اسم القارئ الشيخ سمير من نبروه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف حالك؟ وأدعو الله أن تكون بخير دائما. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أسأل فضيلتك على معايا زيارة لعمرة وليس حج. طبعا في صعوبة برضو أن أنا أخش من جدة محرم على مكة. فأنا يعني أنوي بالإحرام ولكن هخش مكة وأنا لابس مخيط، هل الوضع فضلتك تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة؟ بالتخيير. بالتخيير. طيب حضرتك في الوقت دوت لو أنا دخلت مكة بالمخيط، عندما بقى ألبس ملابس الإحرام البسها من مسكني في العزيزية ولا اروح التنعيم عشان مسكنك؟ انت محرم اصلا.
نعم. أنت محرم لكن مرتكب للمحظور. تمام. بس من مكانك. هذا في العمرة. أنا أعلم إن فضل. عمرة أو حج. إذا كان عمرة فقط دون الحج. قلت لك إذا كان عمرة أو حج. تمام. الحكم واحد. أصوم ثلاثة أيام وأحرم من بيت العزيزية مثلا بس. لو أنا مقيم في العزيزية. خلاص أجبت. ألبس إحرامي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معايا؟ نعم معك تفضل. لو سمحت يا شيخنا. أنا دلوقتي كان عندي شقة. طيب. فأنا بعت الشقة دي واشتريت محل، يعني هو يعتبر دخلي يعني، هو اللي بيدخلي. تمام؟ فأنا بعت المحل بعد الشقة بعدها بسنة واشتريت محلين. طيب. وبعد كده بعت المحلين واشتريت أربعة. طيب. هل دلوقتي أنا علي زكاة في المحلات دي؟ أنت تأجر محلات ولا بتأجرها وتأخذ منها؟ لا أنا بشتريها عشان دي دخلي، بأجرها وباكل وأشرب منها. لا ليس على الأصول، ليس على الأصول زكاة. إنما إذا اجتمع منها مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة وهو معك تزكي، وإلا فلا زكاة عليك. طيب ده سؤالي الأول، جزاك الله خيرا يا شيخنا. سؤالي الثاني، أنا عندي أخ مسلم عندي في المحل بيبيع موبايلات وبيصلح موبايلات، وإيجار المحل 5000، فهو بيقول لي 5000 كتير، ففي مسيحي أو نصراني عايزه ب7000، وهو بيشايف إن المسلم 5000 كتير قوي على المحل. هيشتغل إيه المسلم؟ عفوا النصراني هيشتغل ايه؟ ذهب. بيع ذهب. بيع ذهب. المشكلة انه شراء الذهب في بيع الذهب. هي المشكلة في النصراني نفسه ولا في بيع ذهب يا شيخنا؟ ها؟ المشكلة في ان انا خرجت مسلم ودخلت نصراني، ولا المشكلة في بيع الذهب؟ المشكلة في بيع الذهب. يعني يجوز لي ان اؤجر دكان لنصراني. تمام. ما عندي مشكله في الشرع تمنعني من ذلك، ان اؤجر محلي لرجل نصراني بس يمارس فيه انشطه حلال. يمارس فيه انشطه حلال. بس هذا الذي عندي في الباب يعني. يعني حضرتك تنصحني انني لا اؤجر له ذهب؟ يعني هو بس انا خايف منه. انت تعرف ان الدهب فيه شبهات شوية. نعم. ايه بيع الذهب لازم يكون يدا بيد. ما في ما في اجل في الذهب. هو طبعا اكيد مش هيعمل كده لان هو مش في الملة عنده يعمل ده. ما انا بقول لك يعني انا بنبهك على الشيء الثاني ان بيع الذهب احيانا فضلا عن التقابض يبيعون الفصوص على انها ذهب، يعني الخاتم فيه فص يبيع الفص والذهب معا على انهما ذهب، واذا اشترى يفصل الذهب عن الفص. الشيء الثالث ممكن يغسلون الذهب بطريقة غسيل معينة ويبيعون القديم على انه جديد. فعندنا نخاف منه فقط يعني، ولا اصل التأجير جائز. يعني دلوقتي نبعد عن الدهب تماما سواء كان مسلم او نصراني. مش بقول تبعد يعني، انتقي شخصا صالحا فقط يعني حتى يقيم حدود الله، ولا اسم عليك اذا بعت اذا اجرت. الله يجزيك كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اهلي زوجي بيتهموني انا ووالدتي بالسحر، ويعلم الله أمي ست غلبانة وشقيانة وربطنا أيتام. زوجي ما مش قادر يحل ولا يربط، يقول لي إيدي عليهم. هل يا شيخ مصطفى لما تعلم أعرضي عنهم وأعرضي عنهم ولا تكلميهم ولا شيء، ادلهم بالهداية. أعرضي عنهم لا تفكري في كلامهم. ربنا يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. ها؟ كنت عاوزة أسأل عن زكاة البلح اللي هو من النخيل. طيب. لو النخيل دوت بيتسقي بمكنة
بس مش صاحب الارض والنخل، ده هو اللي بيسقيه، اللي بيسقيه اللي بيقوم بالسقايه المزارع اللي مأجر الارض. فالزكاه بتحسب على كام؟ نصف العشر. نصف العشر؟ ايوه. شكرا. عفوا، لا عفوا، استني انتظري. ايوه يا اختي. ايوه ايوه مع حضرتك. انت مأجره بالفلوس ولا بالناتج، ولا ليك ناتج من ناتج الارض؟ لا يعني انا عندي ارض عليها نخل. ايوه عفوا، احنا عندنا الارض اللي مؤاجر بينزرع تحت النخل، بيزرع محاصيل مختلفه طول السنه. لا يعني خليني بس، النخل ده انت مأجراه لمزارع، مأجر الارض بالنخل لمزارع ولا النخل ثمرته لك؟ لا ثمرته لي، ده انا مأجر له الارض بس تحت النخل بيزرعها بس. ايوه. انما ثمار النخل بتاعي وثمار النخل انا اللي ببيعه. الثمار انت اللي بتبيعيه؟ ايوه. بس انت مأجر له الأرض بس. مأجرال الأرض. أيوه. وبتأخذي ثمن السقيا منه؟ لا أنا باخد إيجار سنوي منه. أيوه أنت بتاخذ الإيجار السنوي. أيوه. الإيجار السنوي اللي أنت بتاخذيه منه فلوس. أيوه فلوس. هو عليه أن يزكي، عليه أن يزكي. هو بيبيع لك أنت الناتج ولا إيه؟ مش فاهم. لا انا ببيع البلح بقى كل سنه. انت اللي بتعبيه بايه؟ ايوه. فالزكاه بتاع البلح ده يعني احسبها على العشر ولا نص العشر؟ هو سقيا بالاله يبقى نصف العشر. ايوه ايوه بس مش انا اللي بسقيه، او المزارع اللي بيسقي الزرع بتاعه بيسقي معاه النخل. يبقى الاسلم لك في دينك تخرجي العشر. العشر. لانك لا تتعبي في السقيا. ايوه. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب. تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. يعطيك الصحة. لو سمحت يا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن طلاقه لزوجته في حيضتها قال حسبت علي، هل هذه ثابتة في البخاري أم أنها ثابتة ومعلقة أم أنها غير ثابتة أصلا؟ لا هي تصح لشواهدها في البخاري. نعم. أسئل حسبت عليك تطلق أو ما أو رأيت إن عجز أو استحمق. نعم. أو رأيت إن هذه زيادة يعني من ناحية السند ثابتة، لكن ينظر هل سلمت من العلة أم لا. لكن عموما هذا الذي يفهم من الروايات، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، لأن حسبت عليها تطليق الظاهر أنها معلقة بس. نعم نعم. رجع بس، رجعها لك إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. بستفسر من حضرتك بخصوص امر، انا مقدم على شراء شقة في مدينتي في تبع طلعت مصطفى. ايوه. الشقة عن طريق القسط. القسط مباشر من شركة طلعت مصطفى ليا. ففي بند في العقد بيقول في حالة تأخري عن موعد قسط بيضيف 1.5% من قيمة القسط. إذا كنت ستسدد في الوقت دون تراكم فوائد فسنعتبره شرطا معلقا. شرطا معفوا، شرطا معطلا. شرطا معطلا لا قيمة له ما دمت ستسدد في الوقت. يعني لو انا داخل اشتري وعندي النية ان انا اسدد في مواعيدي يعتبر شرط معطل. أيوة. ما يؤثرش في سلامة العقد. يعني اقضي في الموضوع ما فيش اي ان شاء الله شكك في اي حاجه. الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا عم الشيخ. الله يبارك فيك وبارك الله فيك يا ام الشيخ. السلام عليكم. وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوفر فيك كتابة أم حضرتك فيه. تفضلي. يا في أختي كان زوجها عنده 60 سنة. كان إيه؟ في أخت زوجها عنده 60 سنة. زوجها عنده 60 عام. أو وهو يعني ربنا ما رزقهوش بأولاد. بس هو يعني أخد بنت كان عمرها 8 أيام وهو اللي رباها يعني. والبنت دلوقتي أصبحت عندها 7 سنين ونص. من ربنا عفوا من يعني هل في أحد أرضاها في بيته؟ لا بس هي بتسأل هي اللي كانت بتمربيها يعني زوجته الأولانية بس هي توفت وهو لسه متزوج الزوجة ديت. بس هي المشكلة تركية يعني هي عندها 7 سنين ونص ودلوقتي إن هو يعني عفوا نعم من أرضع الطفلة الصغيرة هذه؟ مامتها. ما هي مامتها معاهم وباباها معاهم في نفس البيت بس من تحت. بس هو يعني هو خدها من مام يعني من اهلها مقابل يعني مقابل فلوس ماديه يعني هم يعني هو اداهم فلوس وهي هو خد البنت بس هي على اسم على اسم باباها ومامتها وكل حاجه وليها اخواتها تحت البيت برضه في البيت. بس هي هو السؤال دلوقتي هل يجوز ان هي ان هي مثلا تقعد معاه او هو مثلا يعني زي ما اي بنت بتعمل في باباها او في والدها وكده. لا يعني الان هذا الرجل عنده رجل وامراه حراس العماره مثلا. مثلا حراس العماره. تمام. قال انا اخذ بنتكم وامراه 7 أيام أو 8 أيام اربيها عندي. تمام كده بالظبط كده. لما اخذها يربيها عنده من كانت ترضعها لان لا مترتبات. مامتها اللي كانت بترضعها وتطلعها لهم تاني. يعني ما فيش اي صله رضاعه بينه وبين هذه البنت. لا لا زوجته ارضعتها ولا احد من اخواته ولا احدى اخواته ارضعتها. لا لا اذا فتاه اجنبيه. كم سنه الان هي؟ 7 سنين ونص. لسه صغيرة يعني صغيرة. هي بقى يعني الأخت اللي سألتني ديت هي بتغير منها أصلا فأنا قلت لها وعامة هي لسه سنها صغير. سنها صغير. ردك هسأل لك الشيخ العدوي بس يعني هي أما تكبر بعد كده هي المشكلة في بعد كده مش هو أو عفوا هو الراجل ده مشهور بفسق ولا حاجة؟ وعامل لها يعني باسمها لا اسمها اسم اسبري يعني الحاجات دي. سمعتيش كويس أنت. بقول هذا الرجل مشهور بالفسق ولا رجل طيب؟ والله انا مش عارفه حاجه عنه الصراحه. هي الاخت دي لان احنا فتحتين دار على كل هي حال هي 7 سنين ونصف ومربيها من 7 ايام ما زالت هو ليس بمحرم لها لكن لا اشكال ان شاء الله. بس بعد كده يعني لو بعد كده اذا بلغت او خلاص او كانت تشتهى ابتعد عنها. تمام يا شيخ. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزيك عنا خير الجزاء يا شيخ. وياك يا أختي. شيخ لو سمحت عندي سؤال. أنا يعني بفكر بجدية أنتقب بس أنا يعني أنا داخليا مش على قدر عالي من الاستقامة يعني في معروف كتير بعملها. بإذن الله يساعدك النقاب على كده إن شاء الله على الاستقامة إن شاء الله. يعني شيخ ما يبقاش رياء ان انا ابقى من جوه عندي الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله. دعواتك بالله عليك يا شيخنا. الله يكتب لنا ولك التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لي مسألتان أريد رأي حضرتك. تفضل. المسألة الأولى قول عجيب في نظري قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أنه لم يكن له ظل. كلام باطل كله. قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر. نعم. واحتج يعني بحديث واجعلني نورا واجعل لي نورا وفي يعني استدلال ليس في محله اطلاق.
السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك سيدنا طيب ولله الحمد. أرجو الدعاء لي بالهداية سيدنا. أسأل الله أن يهدينا وإياك. اللهم آمين. سؤال يا سيدنا، ما صحة حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وتعليق سيدنا عمرو بن العاص عليه؟ طيب المشكلة يعني أنت تعرف أن المسلمين يقلون في آخر زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم. بدأ الإسلام وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلص صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. اللهم الله يستر. طب سؤال آخر يا سيدنا، زكاة الذهب تكون على الزوج أم على الزوجة؟ يعني إذا على صاحب الذهب. على صاحب الذهب. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك سيدي؟ حالي الحمد لله طيب. الحمد لله. سيدنا، ما صحة حديث جودة بأقوام يستحلون الحلوى والحليب والخمر والماء؟ هذا معلق في البخاري لكن له شواهد يحسن بها. يعني حسن؟ له شواهد يحسن بها أو يصحح بها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليدنا الحبيب إن شاء الله. في يعني هناك سؤال إن شاء الله. السؤال الأولاني: ما صحة حديث إن الله حرم عليه الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام؟ سند ضعيف، لكن اللفظة الأخيرة كل مسكر حرام لها شواهد تصح. طيب يا شيخنا، السؤال الثاني: يعني من العلماء تنصح بتلقي العلم عنهم في محافظة القاهرة؟ يعني أنا من القاهرة. والله يا أخي الآن لا أعلم، مش عارف أحد مشهور يعني بالدرجة اللي أنت. من أي مكان في القاهرة أنت؟ من عابدين. ما أدري من في أنصار السنة الأيام هذه، هؤلاء الشتامون ما زالوا موجودين ولا ناس عقلاء اللي موجودين في المسجد؟ طيب شكرا. انصار السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ حبيبك سيد. نعم شيخي حبيبك. الله يجمعنا وياكم على الخير يا رب. أحمد العزب. أحمد العزب. نعم. من البلاد؟ من دمياط. يا اهلا وسهلا، مرحبا بك وبه. انا لسه خلصت ثالث سنه وعندي 19 سنه. كنت عايز من حضرتك بس نصيحه، ان حضرتك لو رجع بيت الزمن وبقى عندك 19 سنه تواظب عليها وما تسيبهاش للنهار. والله اواظب على ذكر الله تعالى واهتم كثيرا بالقران الكريم وبسنه النبي الامين، اعرف كيف تصحح وكيف تضعف. السلام عليكم. لا سبع حرام يا زهرة البستان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بقى بإذنك. تفضل. حكم التوسط في الجيش، أنا أخذت ضابط 3 سنين، هل ينفع توسط أن الوسطة تنزلني سنة أو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. تفضل يا حبيبي بخير والله الحمد لله. في مشكلة حدثت معها عم الشيخ. مشكلة مع عمتي ووالدي. مشكلة مع عمتك ووالدتك. نعم. دلوقتي جدتي الله يرحمها توفيت من فترة كبيرة. الله يرحمها. بعد ما توفيت عمتي أخذت الدهر بتاعها كله.
يعني نعم. امك اخذت ذهب جد عمتك اخذت ذهب امك او ذهب جدتك؟ جدتي. ام ابيك؟ ايوه. ابوك كان حي ولا كان ميت؟ ايوه ابويا حي وجدي كان حي واخواتها البنات اللي هم يعني عمتك اخذت من غيرهم كانوا في هذه الحياه اخذت الذهب وحدها و... ايوه ولا للميتة ورث اخرون فعمتك أيوة. اخذت ذهب حق الناس الاخرين ومنهم حق أيوة. والدك ايوه ابويا وكان كان اخوات اللي هم عماتي بنات وبعد قبل ما اجيت توفى كانت هي مشترية يعني كانت مدياهم فلوس كان يشتروا ارض ونقص الفلوس اللي هم احنا ونقص الفلوس المهم كمل الفلوس منها هي من فلوسها هي فلوس زوجها فلوس زوج عمتي طيب تمام المهم حصلت مشاكل وقالت هي حاجات انها عايزة الأربع جاريط مكان الفلوس اللي خدتوها قضية تسمع عن قرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مصطفى حياك بقول لهم في سؤالين هنا لو تكرمت السؤال الأول يقول هو جالس في دولة أجنبية وعنده ولد عمره داخل على 18 سنة والولد عصبي وبيضرب أخوات البنات وما يسمعش الكلام لدرجة إن هو أبوه أخدهم وراح عمرة فضرب الولد لغلطة من العمالة دي أما الولد رد الضرب على أبوه فالولد الآن بيقترح إن هو لما يرجع الدولة الأجنبية دي يطرده من البيت بعد ما حصل 18 سنة المفروض ان يعمل ايه يعني يعمل العمل ده ولا لا ما يطرده ايه المشكله ما يطرده لانه يضرب والده ويضرب اخواته طيب يعني هو هيرجع دول اوروبيه ويطرده تاني يطرده بره البيت هو الان في مصر هو الان في مصر في مصر الان يستطيع البقاء في مصر نعم يعني ابنه معه ايضا في مصر ايوه موجودين في مصر معاهم العمره وفي مصر الان يعني ايامه ويرجع تاني للدوله اللي كان فيها والله يا أخي الكريم إذا كان وجوده في البيت يسبب أذى وهو عاق ويضرب والده ويضرب أخواته لا يطرده من البيت طيب شكله السؤال هو طرده غير أوروبية كده قضى عليه والله هو ما قضى عليه كده كده اللي يضرب والده ماذا تنتظر منه بعد ذلك طيب السؤال الثاني لو تكرمت بنت ربنا عافينا وعاف المسلمين جميعا كانت بتنشر صورة يعني غير محتاجة يعني صور سيئة جدا يعني وكانت بتفتن الرجال ولان اغلقت صفحه الفيس وتابت هل لسه عندنا جرم الصور اللي عند الرجال دي يعني ما تعرفش توصلهم؟ والله ان استطعت ان تصلح ما افسدت لان الله قال فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. فاذا كان لو معلش تمسح الصور اللي عند الرجال دي يبقى حلها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بارك الله فيك يا مولانا شكرا. ضاعف الماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا والدتي قالت نذرا وقالت نذرا عليا يا بنتي لو نجحتي في الثانوية العامة وجبتي مجموع فوق 90% أنا هجيب لك جوزتين ذهب. والحمد لله يعني نجحت وجبت فوق 90% فعلا. وعدت سنوات وهي لم تستطع الوفاء بالنذر فطلبت مني ان انا سامحها وانا سامحتها فهي تعمل ايه علشان يعني عشان النذر ده اللي نذرته هل في مثلا كفاره؟ والله هو ما دام انت سامحتها الامر سهل لكن ان ارادت مزيدا من الاحتياط تكفر كفاره يمين. لما طالما سامحتها هي كده ليس ان شاء الله ليس عليها وزر؟ ليس عليها وزر لكن يبقى الذي بينه وبين الله لأن النذر يتنزل منزلة اليمين فتكفر كفارة يمين احتياطا. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا شخص بوظ المنبه لكي يستيقظ إلى الفجر. طيب. لكن استيقظ على الساعة 8 صباحا. فقال يعني بالعربية كده خربانة خربانة ونام وفي الساعة 10 ما حكم هذا؟ أثم. طيب النوم أما النوم فلا تسريب عليه في النوم لكنه استيقظ.
وعليه صلاة كان يجب أن يؤديها، فتركها حتى العاشرة صباحا يأثم لهذا. نعم، سؤال آخر يا سيد. تفضل. صحة حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة الحبوة في صلاة الجمعة. يوم الجمعة لا يصح، ضعيف. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص في الأسئلة وفي الإجابة. اللهم آمين. حضرتك ما بتحبش طبعا أسامي على في الحلقة، فأهل الإخوة اللي أحسبهم على خير خرج على القنوات من فترة وأثار بعض المسائل، فأنا توقفت فيها وقلت أرجع لحضرتك لعل أن الله سبحانه وتعالى يبين على يديك الحق إن شاء الله رب العالمين. تفضل. المسألة الأولى أنه لا يقر بأن لله الصفات، هو يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما كلمة الصفات هو يقول أنها لم تظهر إلا على أساس المتكلمين الفلاسفة في عصور بعد العصور المتقدمة يعني. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن هو بالتبع سيقول ليس لله وجه وليس لله يدان. هو يتحدث، هو بالتبع سيقول كده يعني إيه لما ما فيش لله صفات. أن الله جميل يحب الجمال، دي يعني أن الله جميل يحب الجمال يعني إيه؟ يعني صفة إيه هو؟ هو يقول أنها دي جميل يعني تعتبر إيه؟ نعم جميل، أن الله جميل. نعم. وصف ولا مش وصف؟ وصف. طيب ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عيدنا ما رأيك في حبس الشارب بطريقة مبالغ فيها؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم. خلاص يا جماعة. تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا عزيزي حضرتك أنا عندي سؤالين معلش حضرتك. بالنسبة للذكر يعني اللي هي في اليوم ورد ذكر معين، تمام؟ ده بسبب أصعب في الشغل. فبيبقى مثلا حد بيتكلم ده بقضي مصلحه فممكن ارد على حد، فالشيطان ماسك معايا بيقول لي لا انت كده انت ازاي مثلا بتستغفر او ازاي بتصلي على النبي وانت بتبقى قاعد في وسط زمايلك. هل ده في حاجه لا 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 يعني. في حديث لرسول الله عليه السلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تمام. يعني ان شاء الله باذن الله يجوز الذكر في النفس وامام الناس ان شاء الله باذن الله. الثاني حاجه يعني معلش هو طويل شويه بس يعني ان شاء الله في عجال. انا كان في مظالم عندي في رقبتي مظالم لناس، تمام، وحقوق اموال، فالحمد لله ان ربنا بيسترني. عفوا قطع مني رغم ان عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. شيخ انا عندي صفحه بنشر عليها قران بس في التعليقات تحت بلاقي شيعه معلقين عليها، فقال امسح التعليقات دي ولا سيبها؟ نوع التعليق ايه نوع التعليق؟ طبعا حضرتك يعني لا يخفى عليك يعني حضرتك عارف التعليقات بتاعتهم بذيئه يعني. بس بتقول تنشر عليها قران، سيعلقون على القران، سيقولون ماذا؟ لا بقى بيتكلموا بقى يعني بيخرجوا من الموضوع القران اللي حضرتك لما نشره بيتكلموا بقى تحت طبعا الاهداف بتاعتهم اللي هم بيتكلموا عليها. خلاص ماذا تريد ان تصنع؟ احذف التعليقات. نحذفها؟ ايوه. خلاص ما هي سخنه مش. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا اللي كنت سالت فضيلتك على زكاه البلح من 5 دقائق. قلت لي احسبها على 10 يعني 10 على العشر، لانك لا تتعبين في السقيا، السقيا اذا
قسنا الأمور قياسا فكأنها تسقى بماء السماء. أيوة. نعم هي تسقى بالآلة لكنك لا تدفعين ثمن الآلة. أيوة كنت عاوزة حضرتك بالأحوط. بالسنين اللي فاتت اللي انا ما كنت عفى الله عما سلف، ما عليك الشيء فيها يعني ما احسبش. لا 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 خلاص طيب خلاص شكرا. جيراننا وقريبنا يطلبوا منهم مساعدة أولادهم في الامتحان، وإذا نجحوا بلاقيهم جايبين لنا حاجة سقعة. ما فيش حرام ولا حاجة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم السلام عليكم شيخ. مساعدة أولادهم في الامتحان يعلمهم الامتحان لكن يغششهم لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ؟ اتفضل. حضرتك عندي سؤالين هقولهم بعد اذنك مع بعض. اتفضل. حضرتك التارك الصلاه الاعمال الصالحه التي كان يعملها قبل توبته هل يقبلها الله منه؟ السؤال الثاني تارك الصلاه. نعم تارك الصلاه مسلم ما دام لم يشحدها، فترك الصلاه في كفه السيئات وأعمال البر في كفة الحسنات. تمام يا شيخ جزاك الله خير. وياكم. ثاني معلش يا شيخ معلش يا شيخ الثاني كيف نفهم حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ أيوة إذا تركها جحودا حبط كل العمل، تركها تكاسلا حبط عمل ذلك اليوم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى. نعم. اخبارك عم الشيخ؟ طيب والحمد لله. عايز اسال السلام عم الشيخ. اسال. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. يا رب واياكم. اللهم امين. بعد اذن حضرتك عم الشيخ كان في بس سؤال يعني اقسم بالله مخربط لحياتي، كنت عايز اساله لحضرتك يعني. مخربط لك حياتك ليه؟ اتفضل. الله يخليك. فدلوقتي عم الحكي ان انا متزوج من بنت عمرها 16 سنه. طيب. ففي اختلافات كتير في حياتي. وانت كام عمرك؟ شايب ولا ايه؟ انا عمري 22 سنه بالظبط. طيب فرق 6 سنوات حلوين جدا يعني، ايه المشكله؟ في يعني بعض الامور بتحصل بينه وبينها بعمد، يعني اللي هو مثلا اعملي ديت لا او مش عارف، يعني اذا بحس كده ان هي عايزه تمشي الكلام عليا، عايزه تسيطر عليا او حاجات كده ما فيش راجل يقبلها على نفسه. يعني ايه يعني تضربك يعني ولا؟ يعني ان خبطتها ترد لي الخبطه، والله العظيم ما بكسر عليك وربنا يعلم باللي بقوله لحضرتك. ف ان كلمتها بصوت عالي ترد عليها بصوت عالي، يعني ما هي اللي بتوصلني لكده. فدلوقتي هي لما كانت تزعل وتروح عند اهلها فكنت اروح اصلحها الاقي الوالد بتاعها حمايه يقول لي عايزين نطلق. يا عم الحاج انزل نطلق ايه؟ مش كل الامور تتحل كده. طب انت عاوز ايه؟ طب انا عايز بنتي تقعد لوحدي عشان امك ومش امك ومش عارف ايه. قلت له حاضر من عينيا الاثنين. قعدتها في شقتي لوحدها مع عزيزه مكرمه وشايلها فوق راسي بمرض الله. انت معايا يا شيخ؟ معاك وبعد معاك. فعشنا شويه والله العظيم بمرض الله. بعد كده انا بقيت مثلا طالع فوق شقتي فوالدتي قاعدين بيتعشوا، تندهلي تعالى يا ابني اتعشى معايا. وبرضك من جبران الخواطر اقسم بالله كنت بقعد اكل مع والدتي نص بطن واطلع اكمل فوق برضك بحيث النار دي تحت وارض فوق، واقسم بالله ما بكذب عليك. فهي بقى بتحس بكده، ازاي انت تاكل تحت؟ طب مش عارف ايه يا بنتي، طب ما انا كلت وكلت معاكي برضي امي وبرضيكي، يعني اعمل ايه؟ لا انت تاكل مش عارف ايه فوق بس يا تاكل تحت بس. قلت لها طب يعني اعمل ايه؟ المهم يا عم الحاج انا طب انا كلت عند امي تحت وجيت انا عملت اكل فوق في شقتي حلو، انا حبيت انزل منه لوالدتي زي ما اطعمتني منه والله العظيم، بقت تقفل على الواحده بتقول لي ما هوش نازل. طب بالله عليك عم الشيخ ده يرضي ربنا؟ على كلامك لا يعني. والله العظيم ما بكذب عليك في كلمه. طيب السؤال ايه المطلوب بقى يا حبيبي؟ فدلوقتي يا عم الشيخ حصل بيني وبينها اختلاف
من حوالي شهر ونص، من حوالي 35 يوم او وبعدين وبعد فدلوقتي واقفين لي عايزين نصلي، والموضوع لدرجه ان انا خلاص من كتر ما يعني الضغوطات عليا زادت وحمايه اقسم لك بالله يا عم خلص ده ليه حماتي بتكلمني باسلوب مش كويس وبطريقه اقسم بالله لا حد يستحملها، انا رايح اصلح بنتهم. المهم يا عم بس صلى على رسول الله. ايوه بالسلام. انت خلفت من البنت دي ولا لا؟ والله اهو خلفت، عندي طفل عنده 8 شهور. طيب انت تريد الولد ينشا يتيم يعني؟ ما هعمل ايه يا مسير؟ دلوقتي هم طالبين مني الطلاق ويشتكوني في المحكمه. طيب وانت معاك فلوس تطلق وتدفع ولا ايه؟ والله العظيم والله العظيم عليا 60,000 جنيه اقساط من الجيزه بتاعتي لحد الان، متجوز بقالي سنه ونص. وعليك 60. مش عاوز اطلق، انا عاوز اربي ابني اقسم بالله. انا عندي خلاص ما تطلقش، خلي المحاكم تشتغل. ده مش ارسل ناس يصلحوها. والله لدرجه ان وصلت الشيخ عندنا في القرية بتاعتنا كلمته وحكيت له على الدور، فقال لي خلاص هنطلق وهم مصممين على الطلاق، انت موافق؟ لا لا ما تطلقش، يخربوا بيتك اذا طلقت. قلت له يا عم الحاج انا مش موافق على الطلاق، بس قال لي هم مصممين على الطلاق. يشوفوك خلاص يختلعوا، خلاها تختلع. تختلع في المحكمة؟ اه يعني ما عملش قعدة. اذا طلقهم ما هو هي رافضين نرجعهم، ماذا نصنع؟ يا ليت تعمل له لجنة عرفية تصلح يا عم. لازم نسمع في طرفين حالة زي كده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. كنت احدثك منذ قليل والخط اتقطع، فادري اذا كانت بسبب الشبكة ولا حضرتك اكتفيت. لا 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 ما اكتفيت، ما قطعت الخط، الخط قطع من عندك او من عند الله، ما قطعت الخط. كنت احدثك عن 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 عن, عن, عن القول بعدم وجود ما يسمى بالصفات لله عز وجل. خلاص ايه تاني اللي عندك عايز تتكلم فيه؟ حكم التعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاه. طيب المشكله اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حكمها يعني جائز ما فيهاش حاجه. مش الآية كده الكريمة إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. طيب آخر حاجة بقى عشان ما أذكرش لحضرتك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسلام على المرسلين. طيب. ففي بعض الناس اللي يعني والله أعلم أنا مش عايز أقول على حد حاجة مش كويسة. يقول لك إيه أنت المفروض تقول الصلاة على رسول الله، يعني اللهم صل على محمد فقط. يعني ما تقولش الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما تقولش صلى الله عليه وسلم. لا لكن أنت مخلط شوية ومش عارف التخليط منك ولا منهم. رجع مرة ثانية. فاهم كلامها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. معلش رضاها الله يبارك لك، تصلح صدرك للاسئله يعني الله يبارك لك، يعني عشان نعطل حضرتك بصعوبه يعني عشان اتفضل. الله يسلمك، اتفضل. الله يجزاك خير. مولانا السؤال الاولاني الله يبارك لك ليه شقين، يعني الشق الاولاني ازاي الانسان مولانا يتغلب على الوساوس في موضوع الطهاره؟ يسال الله العافيه ويسلك المسلك الذي سلكه النبي عليه الصلاه والسلام ولا يلتفت. طيب سمعت من حضرتك يا مولانا الله يجزاك خير فتاوى كتير على النت وبعض العلماء برضو ان حضرتك كنت بتقول ان بالنسبه لغسل الجنابه ان الدلك مش واجب، لو انا مثلا بغتسل وانا مثلا مثلا مشعر يعني زي ما بيقولوا بالمصري كده، لو مثلا وقفت تحت انت لو فتحت الدش عممت الجسم بالماء جاز، لان النبي لما راى رجلا معتزلا فسال له ما لي أراك معتزلا قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب المناء قال خذه فأفرغه على نفسك. يعني حتى مولانا مثلا لو إنسان مش عارف مثلا في صدره وبطنه ورجليه ولحيته شعر في صدره في بطنه في رجليه يرمي نفسه في بحره وخلصنا الدور وهيخرج مغتسل. لو وقف تحت الدش من غير ما يدلك كده عادي يعني. دخل تحت الدش هيعمم الجسم، خذه فافرغه على نفسك.
طب يا مولانا الله يجزاك خير، ربنا يديك الصحة. السؤال التاني بعد إذن حضرتك، لو الجماعة اللي بيبنوا مثلا، لو اضطر إن هو يبني مثلا ومثلا معهوش فلوس مثلا، أو كمل مثلا مباني وفي ناس بتشيل المباني دي ويعني بيبني لك ويحذبك مثلا إيه، على بيحدد لك مثلا يقول لك لو سنة أو اثنين أو ثلاثة، بيحاسبك بنظام طبعا، بيقول لك مثلا انت عليك 100,000 بيحسبها لك مثلا ايه بالفايده، يعني يقول لك مثلا 150. حرام حرام. السلام عليكم. نادي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ما صح الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش؟ صحيح. جزاك الله خير. ولا الفحش ولا البذيء. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت، كنت عايز أسأل عن، أنا دلوقتي من سنتين طلقت، ووالدي يعني تخلى عني، قال لي مالكيش عندي غير أكلك وشربك وعلاجك، لأن أنا مريضة بمرض السكر، واضطريت إن أنا أبيع ذهبي وتحت اسمه، يعني هو بابايا خدوه وباعه واديته لرجل يشغله لي ونصب عليا. الرجل ده خدوه سافر. بس اختصر الدور، مش فاهم الموضوع، عيد السؤال. حاضر. انا من حوالي 3 سنين طلقت ظلم، يعني ظلمت. وبعد بعد كده والدي رجل مقتدر مليونير، بس قال لي ملكيش عندي غير اكلك وشربك وعلاجك، حتى لبسك لا. فاضطريت ان انا اخد مشورة اللي حواليا، فقالوا لي بيعي ذهبك ودي لي شخص، يعني كان عندنا بيتاجر مش بالربا، بيتاجر وبيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال في مسألة البيوع يا شيخ. تفضل. انا اشتريت من واحده عن طريق الانترنت، اشتريت منها عربيه اطفال، لما المندوب وصلها لي قال لي عيني ولو فيها اي عيوب رجعيها معايا، وهي صاحبه العربيه قالت لي كده برضو. انا وانا بعاين حضرت صلاه العشاء، فزوجي نزل يصلي وما قدرناش نعين والمندوب واقف، فالمندوب قال لي طب انا هروح اوصل حاجه جنبكم هنا وهرجع تاني، لو العربيه ما عجبتكوش هرجعها لكم. فالمندوب حصل معاه ظرف وما قدرش انه يرجع في نفس الوقت، والعربيه مش مناسبه معانا، فهل يحق لي ان انا ارجعها، ولا صاحبه الحاجه بتقول ما يعني مش من حقك انك ترجعيها؟ انا ما اعرفش، لازم اسمع من صاحبه الحاجه، دي قضيه تنظر عن قرب. الخلل منك او من المندوب؟ نعم. خلل منك او من المندوب؟ يا صاحبة العربية قالت لك خذيها وعينيها تماما، ما لم تعجبك رديها. نعم بالضبط، قالت لي كده. انت تكاسلت عن الفحص. لا انا عينتها، ولكن في اثناء المعاينة المندوب ما رضاش ان هو ينتظر الوقت ده ان زوجي يروح يصلي العشاء ويرجع. يا عربية اطفال صغيرة. قال لي زوجي انت صلي وانا هروح اوصل اوردر هنا جنبك وهاجي تاني. ومرجعش. ما رجعش، حصل له ظرف وما رجعش، كلمنا تاني يوم قال لنا خد الفلوس ولا ما خدهاش. نعم. خد الفلوس منكم؟ نعم اخد الفلوس مننا. فاحنا كلمنا صاحبة العربية قلنا لها احنا عيننا وخلصنا، في العربية مش عاجبانا للأسف ومش مناسبة لينا. مش عاجباكوا فيها خلل يعني ولا ايه؟ فيها خلل، ايوه هي مستعملة، بس هي ما قالتش في العيوب اللي فيها، فاحنا لما لقينا العيوب اللي فيها دي وانها استعمالها صعب جدا فقلنا لها مش هتنفع معانا. والله يا اختي انا في القضايا مثل هذه احب اسمع الطرفين عن قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك طيبه. وحياك، تفضل. اني احبك بالله، والله احبك الله الذي احببتنا له. استاذن فضيلتك، لدي سؤالان. سل. اول يسالني البعض من الطلبه في الثانويه العامه، كلمه البعض الكتب الخارجيه يا شيخنا اللي بيشتريها الطلبه من اجل المذاكره والمدرسه فيها، يعني اصبحت غاليه جدا جدا، ويعني ولا يكاد بعض لا يستطيع شرائها اصلا.
فهناك بعض الناس يعني يصورون هذه الكتب ثم يبيعونها بسعر زهيد، فما حكم شراؤها؟ لا تصور، لا تشتريها مسروقة. إذا صورت نسخة لنفسك مسموح إن في العرف التجاري مسموح إن الشخص يصور نسخة لنفسه، لكن كتجارة لا يجوز. نعم، أنا أسأل عن الذي يشتري من الذين يصورون، ليس يعني ليس يصور ويبيع. أنا أسأل عن الطلبة الذين يشترون. لا تشتري منه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا سألت حضرتك من شوية على صفحة القرآن. أنا سألت حضرتك من شوية على صفحة القرآن والشيعة والتعليق والكلام ده. طيب، قلنا لك احذف التعليقات. تمام. بس حضرتك برضو يعني أنا نسيت أقول لحضرتك، هل القرآن اللي فيه مؤثرات صوتية فيه مشكلة؟ مؤثرات صوتية؟ أنشر القرآن، يعني أنشر القرآن وفي ممكن تمثل لنا بمثال مثلا؟ نعم؟ ممكن تسمعنا شيء من هذا حتى أنا ليس الخبر يعني كالمعينة؟ بيجملوا الصوت زي هذا صوت او يعني ممكن انت تعمل لنا حاجه زي كده نسمع نحن واخوانك ومثلنا. ده اضافه للصوت بيعمل ليس الخبر كالمعينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. في سؤال يا عم الشيخ، عايز السؤال. اتفضل. في واحدة عم الشيخ كانت متجوزة واتطلقت، كان عندها 3 عيال، فلما اتطلقت كان في بطنها طفل. طيب. او طفل كان لسه مثلا مش 4 شهور يعني، اجهضته بارادتها، ايه الحكم هنا يا عم الشيخ؟ تأثم. طب ايه اللي لكن ليست كقاتلة النفس، لان الجنين لم تنفخ فيه الروح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك شيخ مصطفى، نعم، بندرس الفلسفة وكده، هي دي علوم مفيدة ولا لا؟ والله ما مفيدة يا أخي. نعم، كله كلام فارغ يا أخي. يعني نترك الدراسة؟ أنا ما قلتش اترك الدراسة، سألتني عن الفلسفة نافعة ولا مش نافعة؟ قلت لك مش نافعة. اقرأ كلام الله وكلام رسوله أفضل لك. ممكن سؤال تاني شيخ مصطفى؟ تفضل. هو ممكن الواحد كمسلم يعني يبقى عنده تطلع انه يبقى يدخل في مجال السياسة وكده ولا في تعارض؟ يعني ما مرادك بالسياسة؟ احنا نعرف ان السياسة من ناحية الشرعية القيادة. يسوس الناس يقود الناس، يكون ستقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله شيء حسن. يعني يقود. إذا كنت ستقود الناس بالقرآن والسنة نعم القائد. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ انا عندي سؤالين بس يعني. اسأل. المؤمن ان مؤمنة حسنة لا يصح. وسؤال ثاني، في سورة الصاد السجود الشكر أم سجود التلاوة يعني؟ قال ابن عباس سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. لو في الإمام في يقتنع على سجود يعني التلاوة وليركع أنا أعمل إيه يعني؟ نعم. لو الإمام يعني يصلي ويركع يعني في هذا المكان ده وأنا أركع معه برضو؟ أركع معه، تابع إمامك. صلى ابن مسعود، عفوا، استمع ابن مسعود لقراءة رجل فمر رجل على آية سجدة، قال ابن مسعود أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. يا رب يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخنا، ولو بنت حاطة يعني هي درست برمجة وعايزة تشتغل في شركة عن طريق النت من البيت، بس يعني خلال الشغل ده بيكون فيه برضه شباب، بس الشغل من البيت،
فهل يعني في اختلاط في اختلاط يعني في الـ في الـ يعني في ما يولد مفاسد على وسائل التواصل او لا؟ يعني هل هناك مادة تتسبب في الفساد ام لا؟ هو الشغل يعني هي مثلا بيكون هو مثلا يوصل لها مثلا انها تشتغل مثلا تعمل مثلا الشغل ده وبعدها تسلمه، بس ممكن مثلا من خلال الشغل ده يعني مثلا يحصل مشكلة فيها، مثلا تدخل ميتنج مثلا او مثلا تحصل مكالمة تليفون وهكذا، بس كله من خلال كله الشغل. يعني في مأمن، يعني في مأمن ما اعرفش ماما هي ما اشتغلتش قبل كده، بس مأمن ما اعرفش اذا كان هيولد فسادا. الله لا يحب الفساد، لن يولد فسادا، فعندنا الاصل الجواز. اذا سألتمهن متى فاسألهن من وراء حجاب. يعني اذا كانت بتتعامل بالحدود فما فيش مشكله، لكن هي لو تجاوزت الحدود فكده خلاص. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك سيدنا؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانت طيب. قولي حبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. سؤالي سيدنا بس، هو المسح على الجوارب هل يجوز ام لا؟ في الوجهين للعلماء، الوجه الاول لا يجوز المسح على الجوارب، لان الله قال في معرض الغسل وارجلكم من الكعبين، ولم يثبت حديث عن رسول الله في المسح على الجورب، فهذه حجة المانعين، أن الله ذكر الغسل في كتابه، وأن حديث المسح على الجوارب ضعيف. المجوزون احتجوا بأفعال بعض الصحابة وقاسوا الجورب على الخف، والخف يجوز المسح عليه بالإجماع، لكنهم اشترطوا في الجورب أن يكون ثخينا كالخف. نعم. عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون.
اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.